بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صد باجر الكين قعم فرن يا قلب سافية وإذن صد بينا صومالي وين وان إذن سلام عمل بجوكتان مالي ونكس ما أنتو حكاد لنا سؤال جورا باي بصوع العلسي وضد بدنا رجينا إني كفاية دي سنة يعني وعاد وانفعيسو على مضاء قولي قفك كجعل إيه هادنا كو إغنور قرية أصلك وحقلته طغف كجعل إنو كو إغنور قرية هادنا ويجرتا قفك كجعل وكو إغنور قرينا وين بدين هيدا قضي كجعل وكو إغنور قرينا سو بدن أياكينا إن قفك كو إغنور قرية مرك قار قف إنه كعب صناع إنه حرير رمح وصماع أي قف قصبيسه مرك قار سؤالش سويدين تكونوا حام حق قصبيسه مع أولا كتب يعني شيء دونا علامة على وكرت مرك قار قف إنه كبخا إن عاج جواب هذه أسيني ست إنه نخنيسه جواب ديد ما وجعلي هاي قف كان بيرفكت إنه هذا وحول حتى سؤال هذا تقويدينا إنه جعله سيت سقرو إنه هلا أما يهش تتكسكميت مهان تدنا حواي سبحان الله شخصية الشخصية ذا بني آدم كقف حواي وحول بو وإن عكلك إمارة ديار ويا قفنا حواي وحول بس إذا نرش يس بيرفكت وجعلي هاي أيوه حان هدي ودريمه وشك شك وجرى خفك وبلابا إنه محيط إنه قويدين كرين أما أنا بيكرين وبجعل هاي هبلو أم هبلايو جعل كان مركي لشيء جناع أصحابه جوار مركاته ويل كسر إنه بادره مو بلابه هي قرح بدن إنه أسوي كله وهي مصلحة هذا كجرته وحدي بما لها تي أذى قتر هذا كجرا لكن مصلحة هذا كجرته دبنا في آيات كوجان دون تقف والبوادي قد جعشة ويل قد آت وجعشة أذى قد دب عريسيت حتى هذه آت وجعشة إن هذا دب عر هذا دب عريسيت أما هذا آت وجعشة خفقي آت وموجنيسيت يروحوا بلا وايد يقرشوا بلا وايد سيكولوجي هان حتى خفقة جعشة حتى وحواي حوغا أموجي لكن سيد ضبا سي توس ها أموجي نقفك إن جعشة مرك على عمل هلو قرتو حكمي دا خفقة هذا الكيا إذن كبيرينين إن أقويقا إيقتانكا وحيك إيقتانكا إيشاك تقول دا ما شاء الله سؤال يسوي دي سيقور عباية واي إيقتانكا ويجر تا خفقة وجعل اي حد انا كو اغنور كره ام بقفك سر اكو جعل ان ات كو ايغا ايغتانك سيواي ما هاي دي سي انها مركا اسكو دعان قف بينو ات كو سي ايغا ما قفك مركو كو ايغا وحي او بدن تاي مركا اديغا ادن ودي ميل لو ود فديو كلا تساله ان دهاغا سي وي دعان قفك وحا اركا سو كو مخن marka indhahaaga ay ku dhacaan uu ka dadbanaaya uu ka jeesanaaya qofkii indhihiisi waka cishanaaya laakiin marka si jeedid ama meel kale aku mashquulsan tahay adoo kugu mashquulsan yahay dadka saaxiibada waa ilaalin karaan way arki karaan aad ku eegaya ay ku eegayso adii ay gabar tahay soo dareen bini aadan ku beeran waa soomaa jaceylka gabar yimid waxa jeclaan karnaa waan nicma ilaahay nasii nicmooyinka ilaahay nasii kamid tahay marka daymada indhaha maaha indhaha inay aad u taagan yihiin daymo waxa jirta oo subhanallah luqada indhaha da baratid luqad cajiib ah waay indhaha waxay bixinayaan fariinay bixinayaan marka aad ku eegay qofkaasi eegitaankii maaha indhaha inay sas u taagan yihiin maaha indhaha waxa moodaa xoogaa inay hoos yar eegayaan xoogaa indho hurdo kaleet yihiin oo kaleet hoos eegayaan oo kale hoosna ma eegayaan aday ku eegayaan يعني آت مكو تاغاين و باليهي سقف كما تاغنا سو آي دارين كاسو بحينايا تانكا لين تقف كاديغا اي كو جعل اي كو اغنور غري محاكو اغان كرتا محاكو اغان كرتا مرول بو وطو باهدت عاوي مات سيدات بان اي سيدوس وكو عاوي نايا قف كان وايو حكو هايا جعل هاديغا نمغويت اي قف كاديغا محايهتي كو جعل اي كو اغنور غري meel walba aad joogtid waa ka arkeysa marka qaar waxa dhacdo in hata ra'yigaaga uu cagsi u sameeyo dadka isku mid ma ahan cagsi inuu sameeyo
ورأيك هدي ميل أقول شخصان وقال أنت رأيك مر قار إنه خلاف حتى هدو صحيح هدو صحيح إنه خلافه مر قار دت قار سن سميسين حتى ده هيك سميسين إنه خلاف إنه محو خلافة يا محو سكو إجنور جرينا إجنور جرين تمر قار كده حواي أرك كالي أرك أني سو إنه كل دخمه سي ودت كلا أصله دخمينين سكدوان إنه كل دخمه يارك واي بن عادة كده بعدي سنة سوقف كان مركوك إجنور جرين مسكحت إيه بلاو السؤال إيه دهيسو قف كان حب إجنور جرين واي قف كان إن أسيست محل دا درين أو إيه درين أو محيط أركت إن أركت درين أسيسو انتباه أو سكجرت أسمي أستا أركت أو سكجر قف كان دقنين عمل حسن سمينا مرك خارج وحب سمينا نحاول إن درين كاس أدبيسد وأد أركتيد قف كان إنه ضد كلينتي وكاي قد بيا لك سيد الصح ذي والصح ذي قف كوجعل إن أنا كو إجنور جرين واي لكن إجنور جرينتي ويجرتا ضد بدن عيان السمية أو كل أخ ما ضد كل أخ ما قاركود حي وبدين إني كبخايا قاركود بيكوجعلين هذا نوحي كبخايا إني السمية حرير رونا أي كبخايا أو مسمين كرا حرير رونا عبسي أو حايسو إن حرير رونا أي سمعان قاركوت ويكوجعليين ما كده كران حي كبخايا لين عاد إن ديد ما هسميسد دتو حاجة روح حول بجعلني هذا ده بيرفكت وحول بكاملني هذا وجعل وحوا تتكسر كل خوف كده يا شخصي وكبخايا إن تراهت مايا أني جعل كاب ديار مويه صامر كوا وامر مهر السنة قفت وامر مهر السنة توس مودي كردت كسكمت مهان حلق يا إنه كلنت ويا قفكي شخصية حساس كام سنسيف كين ويا وديد ماذا صدنا أولي بسنة مركوا مهر مهر السنة قفكي وامر مهر السنة ملا جوك توكم مهر السنة وكو إيجا يا إجمع دو أحسن إجمع جعل إنت جعل وحواي دايما دوضو حوا عجيب وقفك وجعل ليس كسيسا سبحان الله حبنا جيركو لن حتى قفك بين لو هدو توبرتو ويقان السيدة بنت لو شيغو ذاتك بنت بضم الكخار بنت ويلا خبص راي صوبة بنت شيغا يعني جيركو ذا حتى هم ملايا بولي لانجوشكو ذا مبحين كران وحكومي كران عبودي بليين لكن لها بين آدنك إيه وحوا حبين تكليا وأم بنت شيغين قفك أجعشا حتى دايره على القف كاس انها جعشها مو كجعلي عندي سفير ان ده هدي اتقدريت درين حريسيت وكجعليها قف كاسيت ان ده بين مشيغا قف حجر كلها يعني وكجعلها لكن مركا عندي سفير ست كو صبحا يعني درين عجيب وكلها جوكس درين كاس قف كان وبين بين وكم جعل سو مركا قف كجعل وحيا وسمي حكمت اه مركا قار انه صاحب ده حتى وله حدله وسكو داي انو سو دويستو مخايته ادي كورو كاسو مرا كور مي دهرو كاسو مرا باي كاسو مرا ساهدي غورتا اي هدي ويلي هي مرول بن هدي ا غورتا هي او ها واخ جعلاتيد جعيلك هبلاابن مرول بغب داني وحاسيا وانا دا سوسيا او اه ان ادن هديك هدي ا غورتا هي ا دني نيب لو بو جعلاه ادين سيول بود جعشا سدد بن اوموج قفكها سدد بن وكسبها اي اغنور جرينت نفتركيد وحا سمي وقفك نينك وسمينا على كلانت سدد بن لك سي توس هوبين مقرح بدنا هذا هذا وحي عيب ملهن عيب مهن لكن بعد بلاو وحف قرح بدن انه نينك وح بلاو هي قرح بدن واي نمنك طبيعه دو طبيعه وحواي ومحيحتي تحدي طبيعة وحاواي إني جعليهن إني أقام إنتي فمرك وحي جعليهن إني أيغ إيغ دهان أنا أكو جعل أنا أكو دورتي إني دهان أي جعليهن سو وحوال بنا وحاوا مرك أديقا وحج عشاي وحين قرآن وحد سهلي وإيسي لو هلاي أي أنا قرآن يعني من كان مجعلة وحياوا إيسي لو هلاي وسهل كي ها كواكو دهاي ها سهلة سكو قرس نسان وايبا بين واي حصلنا حوالي بلو ولا واي لكن هو دم بنتي بحقان لسا مركي وحاجة إيسي كده ما دان وجعل كار إيسي ونرش هذا كرجع إيسي ونخلو إن هدو إن اتخلط سمسة حياة وهاي لسا
adkeyn oo boqolkiiba boqol maaha laakiin xoogaa dhexdhexaad dhexdhexaad. Marka qofka ku jecel waxa waaye wuu ku eegayaa eegmo oo naxariis leh ayuu ku eegayaa. Meelaha aad joogtid waa laga helayaa. Haddaada meel aadan ka wada shaqeynin waxa waaye xaafad kale kala degantihiin, xaafadaad inuu sabab u abuurayo uu imaado, inuu si dadban kuu caawiyo oo mararka qaar xataa uu si toos kuu caawiyo, in waxa adiga aad sheegaysid muhiim ay u tahay. Oo markii meel la wada fadhiyo qofka aad kuu dhageysanaya inuu asaga yahay qofkaan ku jecel, aad u daneynaya wax walba adiga kaa soo baxo, ay ula qurux badan yihiin maasha allah tabaarakallah. Inu jeceylka dareen qurux badan waa sama qofka wax jecelna waxaawaaye ma arkaayo ceeba, hadaa ceeba leedaa xataa ceebahaaga ma arkaayo qofku jecel ma arkaayo. Lakiin ignoor gareynta asalka qofka inaanu ku ignoor gareynin waaye, qofka uu jecel yahay inaanu ignoor gareynin. Lakiin asbaabu ayaa koos gareynaa qofka, asbaabihiisa iyo shaqsiyadiisa ayay ku xiran tahay. Oo dadka qaar dabeecadooda waay awood malaha, malaha geesinimo malahan. Dad waxaa arkaysaa 5 sano 6 sano oo xiriir aan toos ahayn uu ku dhexeeyo, oo qofkaan u caabinaayo wax walba uu sameynaayo, meel kasta u geynaayo, oo qof yani wax walba uu sameynaayo, wax walba uu sameynaayo. Laakiin haddana awood ma u lahaa qofkii inuu dhaho iblaayahay waa ku jeclahay, awood ma u lahaa. Waxyaabaa cajiib kale oo dabeecadaha bini-aadamka oo waa fahmaysaa qofka ku jecel, waa fahmaysaa naxariis. Ugu horeysa waxaa waaye naxariis, waa daimada markuu ku eegayo oo eegmadana waxaa waaye eegmo naxariiseed waay. Indhaha naxariisa ka dareemaysaa, indhihiisa qofka aaduu kuu fiirinaya weliba. Markaa sii jeedid oo adiga aadan indhahaaga indhihiisa aana isku dhicin ayuu aad ku eegaya qofkaa markuu ku jecel yahay. Marka indhahaaga indhihiisa isku dhacaana indhihii waa dib u laabanayaa, waxaa waaye masiibadaayo calaamadaha jeceylka ayay kamid tahay. Ignoor gareynta waxaa waaye kaalay arag waay macnaheeda, mararka qaar kaalay arag, kaalay arag waay. Wuxuu kula dhaqmaya si ka duwan sida dadka kale uula dhaqmaya si walba. Qofkii ku jecel waqti imaanaya uu ku dhihi doono aniga qofkaasaa rabaa, aniga qofkaasaa rabaa. Waqti imaanaya mararka qaar waqtigaas waqti dheer ay noqotaa. Dadka qaar waxaa waxay jecelyihin waqtigood inay qaataan oo ma degdeg jecla. Dadka qaarna waxaa waaye hadda waan soo gabagabeyn hoosh geesa loo aad kuleelkaa lagu jiraa, dadka isku mid maahan. Marka waa rajaynayaa inaad fahamtay qofka adiga ku jecel ee ku ignoor gareynaayo, calaamadaha lagu fahmo. Calaamado kale aad iyo ay jiraan, waa la iloobay oo intaan soo editga soo diraa videoga, hadda soo xusuustana hoosa idinkugu soo qorayaa. Waana ku mahadsan tahay daawada daawashadaada iyo waqtigaaga qaaligaad siisay videoga. Video xigta ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciao.